قدام بير فاعل خير بيساعد الناس بالخير بتاعه. معانا الأستاذ منير المسؤول عن حفر الأبار هنا، حفر الأبار الارتوازية اللي بنوصل بيها المية للناس. حضرتك لما بتعمل البير ايه مكونات البير ده؟ مكونات البير احنا بنبدا اول مرحله في مرحله البير ان احنا بنبدا نشتغل اثنين رجاله او ثلاثه رجاله بيشتغلوا 12 متر بالحفر اليدوي، بعد كده بننزل جهاز الايسون اللي هو الارتوازي بينزل حوالي 42 متر. نبدا ننزل مواسير 6 بوصه لحد العمق الاخير خالص. ننزل بعد كده حاجه اسمها طلمبه شفط وضغط الميه، بحيث ان يبقى عند الميه الخزان ده 2000 لتر بيتملي بالظبط في دقيقتين و30 ثانيه او 33 ثانيه. كده انا حافظت على اول حاجه ان البير ما يكونش كل شويه نفضل نحرق في الطلمبه، تاني حاجه انا ضمنت انه في ميه كويسه، تالت حاجه عندي الثلاث حنفيات دولت هو مجرد ان هو حنفيات في البيت بالظبط، على قد ما تملى الحاجه بتاعتك على قد ما بتقفلها خلاص على كده. فبيطلع عندنا مثلا حوالي مرحلتين من الميه، الميه الاولانيه بتلاقيها برضو ايه تعبانه على بعد ايه حوالي 25 متر، فما بنظرش اليها خالص عشان خاطر التحليل بتاعها اكيد هيطلع معايا سلبي. فبنزل تاني اكتر عشان خاطر الايسون بتاعي ما بيجيب لحد 52 54 متر، فبيبدا ان عند الميه متظبطه كويسه جدا والتحليل بتاعها بيطلع ايه نسبه الاملاح بسيطه جدا وده تعدى 3% من الميه. فكده انا ضمنت فعلا انه البير ده هيستعمل، مش مجرد ان ده فلوس وكلمه صدقه جاريه ومركونه، لا بضمن ان هي تستخدم لكل اللي ايه المواصفات اللي قدام، مش مجرد ان هو محطوط بس بير سبيل في الشارع بس وخلاص ومكتوب عليه يافطه، لا. انا كده بضمن المتبرع ان هو فعلا في ثقته في المؤسسه اللي داخل عليها، مؤسسه نبض الحياه، ان هو فعلا وثق في الناس دي واعطاهم فلوس وقال لهم اعملوا البير سبيل، هو كده كده مش شايف حاجه، بس دمه ايه منهم ان ربنا اللي مراقب علينا في هذا الامر. زي ما الناس محتاجاكم انتم محتاجين للناس ان هم يوصلوا لكم الصدقه بتاعتكم ليوم القيامه عشان تكونوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله.